شفتش حاجه؟ ما خدناش اي حاجه خالص ولا اي حاجه. بس كان في مكافئات في البطوله لسه ما خدناش حاجه والله. لا هتاخدوا المكافئات. خلينا بقى نخرج لايه؟ للفلوس. ليه امين الصندوق كابتن مؤمن صفا مساء الخير، بنبارك لك ونقول لك الف مليون مبروك برونزيه كاس العالم للشباب. شكر كتير من كابتن طارق محروس، الحوار اللي حصل بينك وبينه، فبقول لك الف مليون مبروك لاتحاد كره اليد. مساء الخير يا كابتن خالد، مساء الخير عليكم. انا عايز اعرف بس مين اللي في الاستوديو عشان انا مش كابتن طارق محروس، كابتن عبد الرحمن طه، كابتن محسن رمضان، كابتن حنفي عبد الناصر، حفدي عبد الناصر، تايجر. تايجر حفدي اللي هو كابتن تايجر عشان تايجر. الاسم خليك اسم الشغل ده اسم حركي. تمام ماشي. دلوقتي بقى قول لي، بحيي اخواتي وحبايبي كلهم رجاله مصر والقائد الكتيبه طبعا الكابتن طارق محروس الله يخليك، اللي هو اخويا وطبعا اخونا كلنا في الاتحاد مش غريب علينا، وابن النادي الاهلي وعشره عمرنا كلنا يعني، والحمد لله ان احنا وقع اختيارنا عليه من بدايه الشغل في الاتحاد. انت عارف طبعا انت كنت واحد من الكتيبه اللي اختارته وحطينا صفاتنا فيه وابتدينا نشتغل مع بعض من اول يوم وكلنا حلمنا بالقعده اللي انتوا قاعدينها ديت اول يوم واعتقد اخر حاجه قلناها للعيبه اللي قاعده قدام حضرتك قبل ما يسافروا ان احنا من سنه 91 بنروح كاس العالم. دي حقيقه. في اجيال بتروح كاس العالم وبترجع محدش بيعرف عنها حاجه. في اجيال بتروح كاس العالم وبتسيب اثر لكل المصريين لمده 20 سنه لقدام. دي حقيقه. واعتقد ان الكلام اللي احنا قلناه هم حاسين بيه دلوقتي او اول الناس اللي فرحانين بيه ومستفيدين بيه وهم اصحاب الفرح. اكيد هم اصحاب الفرح. بس كابتن مؤمن هو سؤال مهم جدا، لما بتيجي تطلع فرقه او بتعمل منتخب او بتشكل منتخب بيكون عندك اهداف معينه. نتكلم بصراحه شديده، كابتن طارق محروس قال ان الهدف من قبل ما تشكل المنتخب بطوله العالم، وعاننا كنا خاسرين افريقيا. هو حضرتك يا كابتن خالد كنت معانا وعارف ان احنا كان واقع اختيارنا بالذات في منتخب 98 لما جينا نرشح اسماء مدربين كان اختيارنا لكابتن طارق محروس لمنتخب 98 لان هو كان اقرب منتخب للدرجه الاولى، وانت عارف كابتن طارق كان شغله كله مع الدرجه الاولى. تمام. ما كانش بيدرب ناشئين. واحنا كان عندنا في المنتخب ده شايفين ان عندهم عناصر جيده جدا. مشكلتهم كان عندهم اللي شفناها برضه من اللعب اللي كان قبل كده، كان فيها شويه لعب فردي، كان في عدم التزام، كان في بطء شويه في الفريق. فكنا بنحاول نفصل الشخص المناسب في المكان المناسب مع اللعيبه المناسب. ايجابيه بطوله العالم 98 وكان عندنا عائق ان اختيارنا للمدرب كان شغال في نادي الجيش ونادي بينافس على بطوله الدوري وكاس السنه اللي فاتت. وكان كابتن طارق كان عامل حاله جديده في الدوري المصري اللي هي حاله السرعه الهجوم اللعب اللي هو اقرب للعب الاوروبي في الدوري المصري. ايجابي كان الاسلوب الوحيد اللي احنا كنا ممكن نواجه بيه الدول الاوروبيه في اسرع وقت. كابتن مؤمن بصراحه شديده، ايجابيات بطوله العالم بالنسبه لك ايه كاتحاد مصري لكره اليد؟ ايجابيات كتير حضرتك، ايجابيات اهم ايجابيات ان احنا رجعنا لمكانتنا الطبيعيه. لما بنروح منتخب بيطلع يلعب بطوله عالم هو مش طالع ان هو يؤدي اداء مشرف، هو طالع ان هو يلعب على بطوله، وده كان العرف من ساعه لما كابتن جمال شمس رحمه الله عليه كسب بطوله عالم في مصر في الناشئين، فخلاص اتحطينا ان احنا على طول في بطولات العالم. انا بحب طبعا انتوا عارفين كلكم ان احنا وصلنا رابع قبل كده وخدنا ثالث قبل كده ست مرات للسيمي فاينل الاوائل وسبع عظماء، يعني المكان الطبيعي بتاع مصر انها تلعب من الاول للثامن لفترات طويله. كويس. الحمد لله ان احنا بقينا في المكانه بتاعتها تاني، دي اول ايجابيه. كويس. ثاني ايجابيه ان احنا الفريق دوت وده اللي قلته لهم برضه ان احنا عندنا 20 21 في مصر وكل ما يكون عندك لعيبه جاهزه لهذا الحدث كل ما يكون ليك فرصه في المنافسه على البطوله. كلامك بصراحه. يعني احنا عندنا فريق اول الحمد لله عامل انجاز واخد ثامن عالم. لما يبقى طالع الفريق اللي تحتيه كمان واخد ثالث عالم يبقى عندك مساحه من الاختيار للعيبه اكثر بكثير ما يكون فريق بيطلع من اول دور في كاس العالم. النهارده ثامن العالم وثالث العالم
خلى اتحاد كره اليد وخلى كره اليد المصريه تروح في اتجاه مختلف في 2021، وكل الناس تطالب بوصول مصر او الفوز ببطوله العالم. رايك ايه كابتن خالد؟ احنا من اول يوم انت عارف في اجتماعات عارف طبعا حضرها الكلام كان ايه على اعلى مستوى، ان احنا بنتكلم ان شاء الله في 2021 احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عايزين نربح يعني باذن الله باذن الله. اعتقد المبشرات بدات، المبشرات بدات معاك، بس خلينا بقى نتكلم في الكلام الجد. انت امين الصندوق، اخبار الفلوس ايه؟ فلوس ايه بالظبط؟ الفلوس الرجاله اللي قاعده قدامي قالت لي باخد 400 جنيه وباخد لا 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 لازم برضو اكيد مكافئات اللعيبه يا كابتن مؤمن حاجه مهمه، وانت كنت لعيب قديم وعارف ان برضو المكافاه الماليه اكيد بتكون حاجه مهمه. خلينا نقول ان يعني احنا مش كره قدم، احنا كره يد، لكن نقول اتحاد اليد هيعمل ايه مع اللعيبه دي او هيوصل لمرحله ايه؟ انا عارف ان هم ليهم مكافئات هتحصل قريب باذن الله، لكن خلينا نقول مكافئاتهم شكلها ازاي في المرحله الجايه. بص يا كابتن خالد، انت عارف طبعا ان انا ما كلمتلكش بس بعيد الايجابيات قبل ما ارجع للمكافئات. اتفضل. الايجابيه الثالثه ان انت حضرتك بتعمل براندنج للفريق القومي من خلال المكاسب اللي بتحققها، يعني انت كل ما بتعلى تصنيفك في دوليا او بتيجي تبيع فريق زي ما بيقولوا كده اهوت بتسوقوا السبونسرز، اول حاجه بيقول لك انت فين من ال 24 اللي بيمثلوا كره اليد في العالم، مكانك ايه؟ لو تيجي تتعاقد مع شركه ملابس يقول لك انت ترتيبك الكام؟ الحاجات دي كلها بتعلي البراندنج بتاع الاتحاد. لما تيجي تتعاقد مع شركه دعايه دلوقتي، لو كنت بتتعاقد ب 10 هتتعاقد ب 100، لان انت بقيت ثالث عالم، بقيت ثامن عالم، عندك بطولة عالم في مصر، كل دوت تمام من المكتسبات اللي بتتم فين؟ عند تحقيق النتيجة. دي حقيقة. بيعلي قيمة الاتحاد وبيعلي قيمة الدخل المتوقع للاتحاد. دي حقيقة. ده من الناحية المالية. كويس. بالنسبة بقى بالنسبة للمكافآت، أنت عارف حضرتك إن تحقيق ميدالية عالم سواء ميدالية عالمية أو ميدالية أولمبية ليها لائحة وزارة الشباب والرياضة. مظبوط. واعتقد ان شاء الله التكريم غير الناحيه الماليه، الناحيه المعنويه سياده الرئيس كلمهم وكان قدمهم بنفسه وهيكلمهم تاني في رئاسته ان شاء الله زي ما حضرتك تفضل بدعوتهم بعد ما نرجع بس لدوله الالعاب. اعتقد وزاره الشباب والرياضه لائحتها اعتقد ان سياده الوزير هيحاول برضه ان هو يبص فيها بطريقة مختلفة، لأن الحدث نفسه زي ما أنت قلت كده هوت حلاوته إن هو غير تحقيق ميدالية كان جاي بعد يعني حظهم كان كويس، وده اللي احنا بنقول لهم إن كان في حالة حزن نابجة من خسارة بطولة أفريقيا في الكورة، فكان هم جايين بعديها على طول ففرحوا الشعب على طول، فطبعا إن شاء الله هيكون قدامه مقابل من وزارة الشباب والرياضة، أتوقع إن هو هيكون حاجة كويسة جدا. توقعات حاجه والفلوس حاجه تانية. انا اقول لك بقى الحقيقه يا كابتن بوم، انا اقول لك بقى انا اتكلم نعمل الحاجه اللي نقولها نعملها. لا انا عارف ارجع من الاتحاد. هو انت لازم تثق فينا ان احنا هنفايت معاهم اكننا احنا اللي بناخد الفلوس، وانت عارف طريقتنا كويس. لا بص اقول لك حاجه، ان احنا بنروح في فاصل في كل حاجه مع اعلى المستويات. انا متاكد ان انت هتعمل ده، لكن انا بتكلم بس عايزك انا عايزك بس تقول لي وتقول للناس طب خليك كانت كوره كانت كسبت هقول لك اهو. لا متوقع ان هم كانوا لا كان خدوا مليارات يا راجل. لا ما تقولش كده بقى يا كابتن. بص يا كابتن انا هقول لك حاجه بصراحه، هقول لك حاجه بصراحه. لو كسبوا ماتش في كاس العالم بلاش خدوا ثلاث عالم، لو كسبوا ماتش من الدور يعني 200,000 ولا حاجه احنا عايزين مكافاه الدور 16. بص هقول لك حاجه بصراحه شديده. خلينا نتكلم بصراحه يا كابتن مؤمن، يعني ما شاء الله اتحاد هايل، انجازات كبيره جدا، وفعلا لو كانت كره القدم عملت شغل كويس او كانت وصلت لاي دور من الادوار دي كانت وصلت لارقام كبيره جدا. احنا مش طالبين ارقام في اتحاد اليد، لكن احنا طالبين المكافاه تبتدي لبطوله العالم تبتدي الارقام تختلف، لان كل ما هتكافئ اللعيبه دي ماديا كل ما يقدروا يدوا، كل ما تدعم كل ما يقدروا يدوا، كل ما الاعلام يتكلم عليهم يقدروا يدوا. انت عارف ولعيب وعارف، والحاجات دي كلها اكيد بتفرق. نتمنى من الدوله ونتمنى من كل المسؤولين، اكيد هم سامعين، واكيد رساله بوجهها من اسره كره اليد، من واحد لعبت اللعبه دي وعشت حياتي فيها وتربيت فيها، اكيد بقول نتمنى تكريم
يليق بيهم، واكيد تكريم سيد رئيس ده اعلى تكريم بالنسبه لنا، لكن الناحيه الماديه ناحيه مهمه للاعبين، لسه شباب صغيرين، لو اديناهم هيدونا في المرحله اللي جايه. نتمنى الخير باذن الله يا كابتن مؤمن في 2021 لاتحاد كره اليد، وباذن الله بطوله العالم اللي هي للناشئين المقاومه في مقدونيا قريبه. ويشكر شغلك جزيلا ان شاء الله يا كابتن. شكرك يا كابتن باذن الله، وانا عندي ثقه كامله ان شاء الله احسن حاجه هتتعمل لهم باذن الله من الدوله ومن الوزاره ومننا باذن الله. اكيد اشكرك يا كابتن مؤمن جدا. شكرا يا كابتن مؤمن.